حان الموعد معكم، حان الآن لنا الموعد حان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله جميعا، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني، نائب رئيس الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية، المشرف العام على مركز الفكر المعاصر بالرياض. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أحيي وأرحب بضيفي الكريم، حياكم الله الشيخ ناصر. حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات، سعداء بوجودك معنا، نسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا خير الجزاء. آمين، جزاك الله خير. سنتحدث أيها الإخوة والأخوات مع ضيفنا عن علامات وأسباب توفيق الله عز وجل للعبد. لا شك أن توفيق الله عز وجل للعبد هو هدف سامي يسعى إليه الإنسان حينما يحصل على هذه المنزلة العظيمة، فإنه قد فاز وأفلح ونجح وحصل خيري الدنيا والآخرة، وحينما يحرم هذا التوفيق فإن الخسارة والخسران هو مآله ونصيبه في الدنيا وكذلك في الآخرة. كيف يستجيب الإنسان هذا التوفيق العظيم، هذا الخير العظيم، وما هي الأسباب التي يعني يستجلب بها هذا التوفيق؟ كيف يعرف الإنسان ما هي العلامات، ما هي الأعمال، وغير ذلك من محاور حديثنا في هذه الحلقة عن علامات توفيق الله عز وجل للعبد، سنتحدث بها مع ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني. حياكم الله مرة أخرى. حياكم الله. لكل الأخوة والأخوات الذين سيتواصلون معنا، الأرقام موجودة أمامكم على الهاتف، تظهر من داخل المملكة وكذلك من خارجها. صاحب الفضيلة، هذه يعني الهدف السامي العظيم توفيق الله عز وجل للعبد، لا شك بأنه يعني هو أسمى ما يسعى المسلم إلى الحصول عليه. نعم. ولا شك أنه له أسباب، له علامات، له طرق تؤدي إلى هذا التوفيق العظيم كقيمة عظيمة ينبغي أن يسعى إليه الإنسان وأن يتحصل عليها في حياته، حتى توصله إلى حياة سعيدة، حياة ناجية في الدار الآخرة. التوفيق يعني هدف سامي ينبغي أن يسعى إليه الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييك وأحيي الإخوة المشاهدين والمشاهدات. هذا الموضوع أخي أحمد يعني وينبغي أن يعيه المشاهد، أولا هذه قضية غيبية، يعني هي هاجس وأمنية لكل مسلم على وجه الأرض. طبعا هناك أمنية لكل البشر، مسلم وغير مسلم، أن يعرف ما هو المستقبل، وهذا غيب. صحيح. المسلم يتميز عن غيره أنه يريد أن يعرف هل ربه راض عنه، هل هو موفق ومسدد. هذه القضية صحيح من رحمة الله بالمسلم حتى يعطيه شيئا من الثبات وشيئا من الطمأنينة، وحتى يستمر على الطريق ولا يظل في حيرة ولا شك ولا ارتياب. ذكر الله عز وجل في هذه النعمة العظيمة علينا في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا علامات. هذه العلامات ماذا تفيدنا؟ تفيدني أنا كمسلم وأنا أمشي في سيري إلى الله جل وعلا، هل أنا على الطريق الصحيح؟ هل أنا موفق مسدد؟ هل ربي راض عني؟ هذه العلامات تطمئنني، فإذا كانت فيا وجدتها فلأحمد الله عز وجل وأسأل الله الثبات وأزيد منها. جميل. وأثبت عليها. جميل. وإذا لم تكن فيا فإنني أستجلبها وأحاول أن أصحح مساري، وهذه أنا أعتبرها هذه من أعظم النعم التي ممكن أن نستنبطها من القرآن الكريم. جميل. يعني جميل. التي تتجلى فيها نعمة القرآن والسنة أنه يعطينا مثل هذه العلامات التي تكون سببا لنا في أن نعيش في استقرار وطمأنينة، وأيضا تورث العبد السعادة. جميل. أبرز هذه العلامات فضيلة الشيخ. أول علامة وهي قضية مهمة، وأنا أرجو إخوان المشاهدين والمشاهدات أن ينتبهوا لهذه القضية، وهي أس وهي الأصل وهي المركز لكل العلامات التي بعدها، وهي ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. وفي رواية: إن الله إذا أحب عبدا استعمله في طاعته. إذن أخي الكريم وأختي الكريمة، هذه عنوانها الرئيسي، أنك إذا رأيت نفسك أن الله عز وجل قد فتح لك أبواب الطاعة، من أولا الشهادتين وهي توحيد الله جل وعلا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصلوات الخمس المفروضة
المحافظة عليها بركوعها وسجودها وطهارتها وخشوعها وطمأنينتها وتؤديها كما أراد الله عز وجل. الأمر الثالث أنك تؤدي أركان الإسلام كلها، الصيام والحج والزكاة، وتؤدي ما أوجب الله عليك وتجتنب ما حرم الله عليك، فأنت الآن موفق. فإذا رأيت نفسك هذه تؤديها وتزيد عليها، والله عز وجل فتح لك باب الطاعة من قراءة القرآن ومن المحافظة على الصف الأول وصلاة الجماعة وكذلك صلة الأرحام والطاعات الكثيرة، النفقة في سبيل الله، إعانة المحتاج، النصح لكل مسلم، غيرها من الطاعات التي لا يمكن نعدها الآن. إذا رأيت الله عز وجل يفتح لك هذا الباب فاعلم أنك موفق، واسأل الله الثبات. طيب إذا رأيت نفسك لا أنا مقصر في الطاعة، كثير من الواجبات تفوتني، صلاة الجماعة لا أحافظ عليها، الصلاة لا أؤديها كما أنقرها نقر الغراب، أو أنني أتكاسل فيها، أو أنني لا أهتم بكثير من الطاعات ولا أؤديها كما ينبغي، فأنا أراجع نفسي، قد يكون هناك غضب علي فأراجع نفسي. وهذه أبرز علامة. ولهذا يأتي الشيطان لبعض الناس المجتهدين في الطاعة، فتجد هذا الشاب أو البنت أو الرجل أو المرأة محافظ على الصلوات وعلى صلاة الجماعة، وتجده يقرأ القرآن باجتهاد، ثم يأتيه الشيطان يقول له ما مللت من كثرة العبادة، إلى متى أنت تعبد الله؟ لكن لو علم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشارة له، أن هذه علامة محبة الله لك وتوفيقه، أنه فتح لك باب الطاعة، يسأل نفسه ويقول كيف أنا أصلي وحافظ على الصف الأول وغيري حرم من هذه العلامة، كيف أنا أقوم بهذه الطاعات وغيري حرم منها؟ إذن الله عز وجل أرادك بك خيرا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا في كل ركعة في الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله بطريق الهداية. وقال لك في الآية الأخرى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا رب لا نعبد إلا أنت بإعانتك أنت سبحانك. والله لولا أن الله أعاننا ووفقنا وسددنا ما سددنا ولا هدينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن إذا اختارك الله واصطفاك فجعلك في هذه المنزلة. ولهذاك الله عز وجل امتدح الذين ماتوا في سبيل الله في 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 مدح الصحابة، لما قال ويتخذ منكم شهداء، يعني يصطفي منكم شهداء، هؤلاء اختارهم الله ووفقهم وسددهم لهذه المنزلة العظيمة. كذلك الله اصطفى الأنبياء واصطفى من الملائكة رسلا، أنت الله عز وجل اصطفاك من خلقه فجعلك عبدا لله مستقيما على طاعة الله، هذه علامة توفيق. أسأل الله أن يثبتني وإياك على الطاعة. اللهم أمين. ذكرت فضيلة الشيخ أنه استعمله في 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 عبادة الله وفي طاعة الله عز وجل، وذكرت كل الأمثلة أن كلها عبادات بين الإنسان وبين ربي، ليس فيها يعني تعدي الآخرين يعني في ذلك. هل هناك يعني أو هي تدخل في هذه العبادات مثل الصدقة، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر؟ نعم، جزاك الله خير، تنبيه جميل. يعني ينبغي أن يتنبه الناس، وهذا للأسف أن مفهوم العبادة والقرب إلى الله عند بعض الناس يظن فقط أن نصلي أقرأ قرآن وانتهى. لا، مفهوم العبادة كما يعرفها العلماء وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تصور معي حتى الحب الذي أنت تكنه لأخيك في الله، محبة الخير للناس، محبة الشفقة على الآخرين، الرحمة بهم، هذه تؤجر عليها. وكذلك محبة الزوجة، محبة الأبناء، كذلك ما تقدم للناس من نصح في السر، ما تقدم لهم مشورة، ما تأتي تسلي عن أخيك مصيبة، رأيت في مصيبة في مشكلة تقول أبدا نحن معك لو بالكلمة. صحيح. هذه تؤجر عليها. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم انظر علمنا كيف أن الطاعات متنوعة، حياتنا كلها ممكن نجعلها طاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، وتعين الرجل في دابته وتحمل متاعه عليها صدقة. نعم صحيح. وقال أمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المعروف صدقة. قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إذا جاء زوجته وهي شهوة بالحلال يريد أن يعف نفسه ويعف زوجته يؤجر عليها. الله أكبر. يعني هذا معنى عظيم جدا، فالإنسان يعيش في حياته وهو ينهل من الحسنات. حتى إن أحد السلف يقول إنني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنا أنام أقول يا رب أني أريد أن أتقوى على طاعتك. فتصور كيف تنقلب كل حياته، وهذا من توفيق الله له، كلها طاعة الله عز وجل. جميل. نعم. جميل. إذا الإنسان يعني نأخذ من جانب آخر، وهو نحن أمام طاعة وأمام معصية كذلك، فإذا كان الإنسان يعني قد حيل بينه وبين هذه المعاصي، قد ابتعد عنها، قد
يعني كرهها، هل هذه علامة من علامات التوفيق الله عز وجل؟ هذه جميلة جدا أيضا. يعني قد يأتي شخص يقول أنا وهذه من علامات التوفيق له ولا يدري هذا مسكين، بل قد يصاب بالحزن وهي خير له. يقول بعضهم أنا أنفقت الأموال أريد أن أصل هذه المعصية، وسبحان الله أخطط وأرتب ويأتي الله ويحول بيني وبينها. أقول له احمد الله سبحان الله، لعلك أما تدعو لك، لعلك بار بوالدة لك، لعلك أنفقت على مسكين فدعا لك، قال اللهم وفقه وسدد، فوفقك الله فأحال بينك وبين الوقوع في هذه المعصية. ويجب علينا أيها الإخوة والأخوات أنك إذا حيل بينك وبين المعصية تنبه، قل لا الله أراد بي خيرا. أما إذا رأيت أن الله يسهل لك المعصية فوالله إنها علامة سوء، يتركك، وهذا استدراج من العبد. ولذلك الله عز وجل يملي للظالم، يعني يمهله يمهله حتى إذا أخذه لم يفلت. ولهذا ما نرى الآن من تسلط مثل بشار وغيره والظلم هؤلاء، هو بعض الناس ينظر من زاوية أخرى، لا إحنا كمسلمين ننظر أن الله يستدرجه ويزيده في يعني غمس في هذه المعصية والظلم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولو أراد الله بخير لهذا الظلم والطغاة لحجبهم وحجزهم عن أن يظلموا العباد، صحيح. لكن الله عز وجل يريد أن يعذبهم أكثر، اللهم ويحملوا أوزارا أكثر حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. لذلك أنا أقول دائما إذا حيل بينك وبين المعصية لا تحزن، قل الحمد لله وتنبه لنفسك أن الله عز وجل لم يوقعك في المعصية. وكان أحدهم يقول اجتهدت، وهذه قصة أعرفها، اجتهدت في الوصول لمعصية من المعاصي، فسبحان الله، يقول في يوم من الأيام جئت كدر الخاطر ورأتني والدتي، فقلت لها أنا كنت أريد أن أذهب للشيء الفلاني، فقالت سبحان الله والله إنني كنت الليلة كله أدعو الله أن يعصمك بالفتن، الله فأحمد الله يا بني. يقول فنبهتني أمي فقلت الحمد لله، وإلا كنت وقعت في هذه الورطة العظيمة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا وعلمنا أن نستخير في الأمور كلها،